وأضافت فوكوس بأن المعجزة لم تنتهي بعد، فقد تلقى المغرب هدفا واحدا فقط في 5 مباريات في المونديال، ولم تسجل كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال أي أهداف في مرمى أسود الأطلس. أحارت الصحف الأوروبية في توصيف المنتخب المغربي بعد تأهل أسود الأطلس إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022، ومن باريس إلى بروكسل مرورا بمدريد توقفت صحف القارة العجوز عند الإنجاز الكبير للمغرب، أول فريق إفريقي وعربي يبلغ دور النصف نهائي كأس العالم في فرنسا التي سيكون منتخبها الوطني المنافس المقبل لأسود الأطلس. اعتبرت صحافتها بأن المغرب بتأهله إلى نصف نهائي المونديال أضحى الحامل للواء العالم العربي، وكتبت مجلة لو بوان في مقال تحت عنوان 450 مليون مغربي في إشارة إلى كل المشجعين العرب أن موجة فرح عارمة تحمل الألوان المغربية إشاحت الحوض المتوسط، وهو احتفاء تجاهل الفوارق الزمنية وغمر قلوب شعوب المنطقة عقب هدف يوسف الناصري في الدقيقة 42. من جانبها أشارت اليومية الرياضية ليكيب إلى أن انتصار المغرب في ربع نهائي المونديال يعد بمثابة انتصار لكل أفريقيا، بينما قالت لو فيغارو الفرنسية بأن يوسف ناصري صاحب هدف التأهل المغرب أصبح بطل أمة دخلت تاريخ المونديال. أما يومية لوموند فقد أكدت بدورها بأن المنتخب المغربي حطم السقف الزجاجي في ربع نهائي المونديال الذي كانت قد خرجت منه الكاميرون في 1990 والسنغال في 2002 وغانا في 2010. من جانبها أشارت جون أفريك الفرنسية دائما إلى أن أشبال وليد الركراكي نجحوا في بناء نجاحهم باستخدام نفس الوصفات التي نجحت بشكل جيد منذ مباراتهم الأولى ضد الكروات. في البرتغال أجمعت صحافة البلد على التعبير عن خيبة الأمل التي خلفها خروج المنتخب البرتغالي من دور ربع نهائي مونديال قطر، وذلك على يد ناظره المغربي الذي تغلب عليه بهدف للا شيء. وهكذا فقد كتبت المجلة الرياضية المتخصصة أبولا بأن المغرب أو المنتخب البرتغالي انهزم بهدف لصفر ولم يتوفق في الوصول إلى نصف نهاية كأس العالم في قطر، مشيرة إلى أن حلم الفريق الوطني أي البرتغالي قد تبخر في الحصول على أول لقب عالمي له في تاريخه. هذا في وقت دخل فيه المنتخب المغربي التاريخ من أوسع أبوابه وأصبح الأول في القارة الذي يصل إلى المربع الذهبي في مسابقة لكأس العالم عبر التاريخ. من جانبها وصفت صحيفة دياريو دو نوتيسياش إقصاء السيل ساو بأنه انتهاء للحلم، حيث كانت البرتغال تعول على أن يكون هذا المونديال فرصة ذهبية للفوز بكأس العالم في قطر. وبتعليق جميل كتبت صحيفة البوبليكو بأن المنتخب البرتغالي سيعود إلى الديار، مبرزة بأن 1000 مشجع برتغالي بمعية 11 لاعبا في الملعب لم يكن كافيا لإسقاط 35,000 مشجع مغربي متحمسين و 11 لاعبا يركضون بدون توقف في الملعب. صحيفة لو جورنال دو نوتيسياش أشارت من جانبها إلى أن مدرب البرتغال فرناندو سانتوس لم يقل وداعا للمنتخب الآن، متأسفة على الخروج الحزين لأسطورة المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يتحكم في دموعه ليخرج باكيا بعد صفارة حكم المقابل. في إيطاليا دائما اعتبرت لا غازيتا سبورتيفا بأن المغرب يكتب صفحة رائعة من تاريخه من خلال جلب أفريقيا إلى نصف نهائي المونديال، مضيفة بأن نجاح أشبال وليد الركراكي كان مستحقا. ومن جانبها وصفت الصحيفة الرياضية عالية السحر توتو سبورت في افتتاحية لها تحت عنوان ماما كي موروكو أو أماه يا له من المغرب الإنجاز المغربي بالانتصار الملحمي الذي تمكنت النخبة الوطنية من تحقيقه. أما على الصعيد الإسباني فقد وصفت الصحف هناك المغرب بالجدار الذي لا يمكن اختراقه والذي كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة ماركا بأن أسود الأطلس لا يهزمون، إنهم جدار لا يمكن اختراقه أبدا.
مشيرة إلى أن المغرب دخل تاريخ كرة القدم الأفريقية باعتباره أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال، وهو إنجاز وصفته بالمستحق. أما صحيفة إس أو أس فقد أشارت من جانبها إلى أن الأمر استغرق أقل من 4 شهور لكي يغير وليد الركراكي تاريخ كرة القدم الأفريقية إلى الأبد، ويجعل اسم المغرب على قمة مونديال كأس العالم في قطر. وعلقت صحيفة الموندو ديبورتيفو قائلة بأنه انتصار قارة بأكملها للمنتخب العربي المفضل للبلدان العربية التي تشعر بالسعادة لأن فريقا عربيا أفريقيا قد تغلب على إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وتعادل مع الكروات. وأضافت بأن المغرب أظهر بأنه ليس فريقا يمكن الاستخفاف به، إنه ينافس بأسلحته التي لا تنقصه، وقد هزم إسبانيا بالفعل بركلات الترجيح، والآن البرتغال التي فازت لتوها على سويسرا ب1-6 في دور 16. وفي بروكسل كتبت صحيفة لوسواغ بأن إنجاز المغرب في بطولة كأس العالم المنظمة في قطر كان بطوليا بقدر ما هو تاريخي، مشيرة إلى أن ما حققه المغاربة والذين تمكن منتخبهم من التأهل إلى المربع الذهبي سيظل راسخا كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور في تاريخ المونديال. وأشارت اليومية عالية السحب والانتشار إلى أن إخراج كل من بلجيكا إسبانيا والبرتغال من نفس البطولة لم يكن أبدا محض صدفة أو من قبيل الحظ، لكنه ثمرة عمل دؤوب للمدرب المغربي وليد ركراك، لافتة إلى أنه سواء في الملعب أو على مستوى الخطأ يتم تحفيز النخبة لكي تمضي قدما إلى الأمام، ما يمكن من قلب الطاولة على كبار المنتخبات الدولية ويمكن المغرب من مواصلة حلمه القطري. وفي سويسرا كانت صحيفة لوماتا المديحة لمنتخب أسود الأطلس الذين انتزعوا الحق في الحلم بعد أن حققوا سابقة في بلوغ بلد عربي أفريقي إلى المربع الذهبي للمونديال. وكتبت صحيفة في موقعها على الإنترنت سابقة تاريخية، ويا لها من سابقة، بفضل المغرب وفي نهائية النسخة 22 بات لأفريقيا الحق أخيرا في بلوغ نصف نهائي المونديال. أما في النمسا فقد كتبت صحيفة دير سوندا بأن المغرب أعطى أبعادا تاريخية لحلم كرة القدم الأفريقية وحطم حلم كريستيانو رونالدو بالفوز بكأس العالم، وتحت عنوان المغرب أول منتخب أفريقي في نصف نهائي المونديال بعد فوزه على البرتغال. أكد الصحيفة النمساوية بأن الفريق الذي صنع الإثارة في المسابقة قد تغلب على بطل أوروبا السابق البرتغال ب1-0 ليصبح أول فريق من القارة يصل إلى نصف نهائي المونديال. وفي ألمانيا كتبت مجلة فوكوس بأن المنتخب المغربي حقق أعظم معجزة لكأس العالم منذ 20 عاما، وذلك بعد تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022. وأكد المنبر الإعلامي بأن المغرب أصبح أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال، فبعد إسبانيا يقضي المغاربة على البرتغال التي كانت واحدة من المرشحين الأوائل. إنها أكبر معجزة في المونديال منذ 20 عاما. وتشير الصحيفة إلى أن النخبة المغربية التي تضم نجوما ومقاتلين شغوفين أعادت الثقة في المعجزات في عالم كرة القدم، مشيرة إلى أن الفوز على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال هو أعظم معجزة في المونديال الكروي. وأضافت فوكوس بأن المعجزة لم تنتهي بعد، فقد تلقى المغرب هدفا واحدا فقط في 5 مباريات في المونديال، ولم تسجل كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال أي أهداف في مرمى أسود الأطلس.